تفتكري الاخبار الحلوه خلصت كده معاك يعني؟ لا لسه أكيد. لا تعالى بقى نروح للجنه، لجنه العضويه بالنادي الاهلي برئاسه طارق قنديل عضو مجلس الاداره، اللي حقيقي لو هنتكلم برضو لان الحق يقال وفي شغل على الارض ده، يعني حضراتكم ممكن تروحوا وتشوفوا بنفسكم، بيبقى في مجهود كبير جدا ومحترم بيتم، واقبال بقى نتيجه الشغل المحترم ده اقبال كان كثيف جدا على الاشتراك في عضويه النادي الاهلي. ولجنه العضويه برئاسه طارق قنديل بتستقبل حقيقي الراغبين في الحصول على عضويه الاهلي ده، سواء العضويه العامه او عضويه فرعي الشيخ زايد والتجمع. والاقبال ده يعني لو هنتكلم يا كريم هو بيتزامن مع الطفره الانشائيه الكبرى اللي بيشهدها الاهلي في كافه فروعه، الخدمات اللي بتقدم لاعضاء النادي. ولو اتكلمنا على سبيل المثال مثلا الاقبال الكبير جدا من الراغبين في الحصول على عضويه النادي لفرع التجمع، فده بعد اكيد قطع يعني زي ما بيتقال كده خطوه كبيره في المخطط الانشائي ووفقا للمراحل الزمنيه المقرره كمان ليه، اللي بيتم العمل بيها وبشكل فعلا يعني محترف على الارض وتبقى طبعا لتوجيهات مجلس الاداره. فتخيل انت يعني لسه هو بتنشئ حاجه والاشتراكات داخله يعني، فبرضه دي حاجه اكيد حلوه جدا. ما هو اكيد خلي بالك برضه الاقبال على عضويه النادي الاهلي ما بتجيش من فراغ، الناس شايفه بنفسها وعارفه وسامعه ولمسه وكل الحاجات، يعني الموضوع واضح جدا جدا للعيان. لجنه العضويه برئاسه الاستاذ طارق قنديل بتقوم بجهد محترم جدا طبعا، يستحقوا عليه كل التحيه وكل التقدير. احب اقول لحضراتكم كمان ان الخدمات والانشاءات اللي بتتم في النادي الاهلي حقيقي وبدون اي مبالغه حاجه تشرف وحاجه مفرحه. يعني على سبيل المثال مثلا فرع التجمع الخامس هيحتوي على ملاعب كره طايره وملاعب كره سله وكره يد وملاعب خماسي نجيل صناعي وملاعب تنس، وجميع عناصر التشطيب معتمده من الاتحاد الدولي لكل لعبه منهم على حده، وطبعا ستتم مراعاه ان تكون الملاعب في منطقه واحده مع وجود غرف ملابس رجال وسيدات لجميع الفرق، وتكون كمان قريبه من الملاعب، دي كمان نقطه في منتهى الاهميه. كمان ستوجد منطقه خاصه باكاديميه كره القدم هتشتمل على ملعبي كره من النجيل الصناعي من الملاعب الكبيره وغرف الملابس طبعا للاعبين والمدربين، الى جانب المناطق الخاصه بالخدمات، كل ده الى جانب مجمع حمام السباحه وطبعا غيرها كتير من المشاريع الانشائيه المهمه جدا اللي هتخدم كل الاعضاء، واللي بطبيعه الحال هتتواكب مع انشاءات برضو محترمه جدا بتتم في فرع التجمع. مع يعني الكلام ده بيحصل بالتزامن مع طفره عامه وملموسه جدا في المقر الرئيسي في الجزيره وفرع الشيخ زايد وطبعا فرع مدينه نصر، وما تشهده هذه المرحله من عمل متواصل عشان ينجزوا المشاريع المهمه اللي بتخدم كل اعضاء النادي. طبعا كل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي بشكل عام على الجهد الكبير والمحترم ده.